السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه يا رمضان زي بركه يا جامع كده. في ناس السنه دي يا جماعه كورونا مش هنصوم السنه دي. ليه؟ عشان الخطر من كورونا والصيام بينشف الحلق واحنا كده مش معرضين لكورونا. على فكره يا جماعه في ناس اصلا مش قليله عدد بتفطر في رمضان. يعني اللي عايشين زينا مثلا في الدهليه في الشرق مش هياخدوا بالهم الظاهره دي، انما بلاد زي القاهره الموضوع بيبقى واضح لان كلها غرباء، فيها ناس كتير غرباء، فمحدش مكسوف انه يفطر قدام الناس لان الناس مش عارفاه، فبتلاقي الفطار في الشوارع كده في نهار رمضان. فكده كده في ناس بتفطر كتير مش قليلة. غير ان في ناس بقى بركة يا رمضان مفيش رمضان السنة دي. ليه؟ عشان كورونا، فاحنا مش هنصوم السنة دي عشان كورونا. يا جماعة المقطع ده مهم جدا 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 لكل واحد بيفكر انه يفطر من غير عذر، من غير عذر، يعني هو مش مريض، وطبعا ربنا ادى رخص مفيش اي تشدد في الموضوع ده، ولكن من غير عذر بيفكر انه يفطر. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه من افطر يوما في رمضان من غير رخصة، لا مريض ولا مسافر ولا حاجة، لم يقضه صيام الدهر وان صامه. صيام الدهر كله ما يعوضش يوم في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحح الشيخ الالباني رحمه الله انه جاءوا ملكان فأخذ بضبعي، يعني خدوا النبي عليه السلام وطلعوا بيه جبل، فسمع صوتا فقال ما هذا؟ قالوا عواء أهل النار. عواء يعني كأنهم ناس ممسوخين في جهنم اتمسخوا. فقال من هؤلاء؟ فإذا بقوم معلقين من عراقيبهم، اللي هو من كعب رجليه، يعني متعلق كده من العصب اللي عند كعب رجليه، مشققة أشداقهم يسيل منها دما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ فقال وهم الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني يصوم في رمضان ويجي عند العصر العطشان مش قادر يوم فطر. قال لا، ده مش اللي ما صامش أصلا، ده اللي صام وما قدرش يكمل من غير عذر. مش ما قدرش يكمل يعني لا ده عطش أو جه أكلة حلوة بيحب فاكهة معينة ولا قدامه أم فاطر. هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الموضوع خطير يا جماعة. صوم رمضان ده ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، منها صوم رمضان. يعني ده عمود من الأعمدة اللي دينك كله بيقوم عليها. الموضوع مش لعبة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم، ده موضوع منتهي. يبقى صيام رمضان فريضة، اللي ما بيصومش، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ده اللي مش قادر، ده اللي مسافر مريض، ده اللي مش قادر. في مرضى غسيل كلوي يا اخواني في الله، مريض الغسيل الكلوي ده يعني بيبقى مبتلى بامراض كتير جدا ومناعته ضعيفة جدا، وعلى الجلسة لازم بياخد جلوكوز ولازم بياخد ملح لو الضغط بتاعه وطي وبياخد مغذيات، ويقول لك لا انا هصوم. بنشوف يعني بتشوف مناظر عجيبة ومصمم ان هو يصوم. سبحان الله العظيم، هو له عذر عظيم انه يفطر ومصمم انه يصوم، او ده حجة عليك امام الله. يا كل واحد بتفطر في رمضان ويا كل واحدة بتفطر يقول لا وهقضي الصيام لو ربنا شفاني، وفي نفس الوقت برضو انا هصوم في رمضان، مش هاكل وهشرب لحد المغرب. سيدنا معاذ بن جبل وعنده طاعون وبيموت في طاعون عمواس، كان بيبكي قبل ما يموت ويقول اني لا ابكي حزنا على الدنيا ولكن ابكي حزنا على ظمأ الهواجر. على عايزين ننبه المجتمع يا شباب عشان ما تتأذيش انك تيجي في رمضان تلاقي ناس كتير فترة السنة دي، والاشد من كده اللي بيجاهروا بالفطر في رمضان. لازم في رقبة كل واحد مننا انه ينبه كل الناس اللي حواليه، وصفحتك على الفيس وكل السوشيال ميديا اللي معاكي لازم نتكلم عن صيام رمضان، ولازم كلنا نعمل حملة مع بعض عن حرمة الفطر في رمضان لمن لم يكن له رخصة. الموضوع خطير يا جماعة. طيب كورونا بقى، يعني انا مش هتأذى لو انا فطرت في رمضان، لو انا صمت في رمضان بسبب كورونا؟ يا جماعة منظمة الصحة العالمية ولجنة الفتوى في الأزهر وجميع الأطباء قالوا لا علاقة بين الصيام وبين التعرض لخطر كورونا، مفيش أي علاقة خالص على الإطلاق يا أخوانا. الصيام شفاء، جايزة نوبل كان لسه سؤال جاي في امتحانات الدكتوراه في أمراض الكلى، كان لسه سؤال جاي ان عن العالم الامريكي الياباني اللي خد نوبل انه اكتشف ان الصيام مرتين في الاسبوع كل مرة 12 ساعة لا اكل ولا شرب زائد 30 يوم في السنة. الراجل ما يعرفش رمضان ولا يعرف صيام اثنين وخميس، وقال ان الصيام بالطريقة ده هي عن الاكل والشرب من اخطر اسباب الوقاية من السرطان. يعني هو احنا مستنيين ان يجي بتوع الدنيا يقولوا لنا ان صيام رمضان ده من اعظم اسباب الوقاية من السرطان وتنقية الجسم من اي اورام سرطانية فيه؟ عايزين نصدق ربنا وصدق بالحسنى. عايزين نكافح كلنا ان السنة دي تبقى العالم الاسلامي كله صايم باذن الله، وده مش هيجي غير لما كلنا ندعو الى الصيام الايام اللي باقية على رمضان، وننبه الناس ونوقع
بننقذ الناس. واحدة قريبتنا يعني بسيطة بتقول لزوجتي هو فعلا ما فيش رمضان السنة دي؟ قالت لها ليه؟ قالت لها ده في ناس بيقولوا ان خلاص عشان كورونا. يا جماعة عايزين ننبه الناس، دي حاجة انا بحطها في رقبتكم وفي رقبتنا كلنا، ان احنا نتكلم عن صيام رمضان وخطورة صيام رمضان وثواب صيام رمضان. ده اعظم فرصة للتغيير في السنة كلها، مش عايزين نضيعها علينا ولا على الناس.